كنت عايزاه يدلع نفسه واتصدم لما شافها وقال لها إنها هدية ما تنفعش للرجالة. مش هتصدق الهدية اللي جابتها منى زكي لأحمد حلمي في عيد ميلاده، ورد فعل غريب منه. قصة حبه جواز طويلة عاشتها الفنانة منى زكي مع الفنان أحمد حلمي، ومواقف غريبة عايشوها مع بعض خاصة في بداية تعارفهم. فأحمد ومنى كان في بينهم اختلافات كبيرة في طريقة تفكيرهم بحكم إن كل واحد كان من ثقافة مختلفة، لدرجة إن الاختلاف ده كان بيتعكس على الهدايا اللي بيهدوها لبعض. فتفاجئ حلمي بهدية غريبة من منى جاياله في عيد ميلاده، لدرجة إنه ما كانش مصدق إن منى جابت له الهدية دي فعلا. فيا ترى إيه هي الهدية اللي جابتها منى لأحمد حلمي؟ أحمد ومنى قصة حب وجواز استمرت 20 سنة، دايماً بيدعموا وبيحبوا بعض، ورغم اختلاف ثقافتهم عن بعض لكن كانوا متفاهمين جداً. فحلمي ومنى تعرفوا على بعض أول مرة عند المنتج محمد فوزي، بدأت علاقتهم كصداقة وتطورت لإعجاب وحب. فخلال سفر منها وتصويرها الفيلم أفريكانو، كان حلمي بيحاول يتودد لها وبيبعت لها ورد وقال لها في التليفون إنه بيحبها. وأول ما رجعت تقدم لها واداله والدها مهلة يجهز فيها نفسه، وفعلاً وفى حلمي بوعده ونفذ طلباته واتجوز منى واتجوزه في 2003. استمر جوازهم 20 سنة، واللي ما يعرفوش كتير من الجمهور إن عيد ميلاد حلمي ومنى في نفس اليوم، لدرجة إن منى ما كانتش مصدقة الصدفة وكانت فاكرة إن حلمي بيقول كده عشان يحاول يتقرب منها، وده اللي خلاهم دايماً يقابلوا مواقف غريبة مع بعض بسبب عيد ميلادهم والهدايا اللي كانوا بيجيبوها لبعض. ففي مرة تفاجئ حلمي بهدية غريبة جابتها له منى في عيد ميلاده، وكان مصدوم ومش مصدق إنها جابت له هدية زي دي للراجل. وبتحكي منى وبتقول: عيد ميلادي أنا وأحمد كان في يوم واحد وصدفة غريبة جدا، كنت فاكراه بيشتغلني في الأول وقلت أكيد بيكذب، وطلع للأسف في نفس اليوم، وهي حاجة مش ظريفة. طول الوقت بحس إن يوم جوزي مش بتاعي وعيد ميلادي هو يوم أحمد، لدرجة إننا بطلنا نجيب هدايا دلوقتي، بس أول مرة عرفنا بعض وجاب لي فيها هدية كانت هدية غالية قوي عليا، كانت سلسلة ذهب وكأنها عروسة بنوتة وكاتب اسمه على ظهرها كأنه بيثبت حالة، ودي الهدية الأولى اللي خدتها من أحمد، ودي الهدية الأولى اللي خدتها من أحمد قبل الجواز. فكرت أنا كمان أجيب له هدية، وكانت أول هدية جبها له كانت الهدية مش شبهه خالص، جبت له دعوة لسبا يقضي يوم ويدلع نفسه ويعمل مساج. شافها غريبة ومش مناسبة لأي راجل، بس أنا كنت شايفها عادية. لحد دلوقتي أحمد ومنى مش بيقدروا ينسوا الموقف ده، وبيحكوه دايماً في اللقاءات بتاعتهم، لأن حلمي بيعتبرها أغرب هدية جات له. ما كانش متوقع إن البنت اللي بيحبها هتديله هدية يروح سبا. فيا ترى هدية منى لحلمي كانت غريبة فعلاً؟